كتاب الدكتور غنيم حاطط فيه العلاقة بين عرض بين رفرفة القاعدة اللي هي اكس على التي، وممكن نخش بمعلومية البيرين كاباستي ستريس بتاع الخرسانة، نجيب ناخد اكس على تي نسبة كام. لو انت عايز تحسب، في واحد ممكن يقول لك انا والله عايز اعمل تشيك برضو كمومنت عند القاعدة الخرسانة على الخرسانة عادية، الخرسانة عادية مش هتشيل، هتشيل لو هتشيل معاك عايز تحسب المومنت تحسبه الطريقة اللي باينة قدامك دي، ولكن احنا عادة ما بنحسبوش الا في الحالات المطلوب فيها حسابه. ده الجدول بتاع اللي هو العلاقة بين الاكس والتي، ده من كتاب الدكتور مشهور غنيم، بيقول لك تاخد الرفرفة، علاقة الرفرفة باكس على التي كام، اللي هو بيديها لك يا اما لو انت عندك الخرسانة 15 نيوتن على الميلي الاسترس اف سيو ألتيميت ستريس، وبعدين عندك الاوبل سويل بريشر 100 كيلو نيوتن على المتر المربع وكذا، تقدر تاخد نسبة كام. هتلاقيك انت تلاقي الرفرفة العادية. بعد كده احنا عندنا في الخرسانة العادية بندي سمك، ما بنديش عرض يعني السمك اكس وتي لانه ما فيش دبس، اسف بندي السمك بتاعها ما بنديش الدبس، اسف بندي السمك ما بنديش الدبس، لان احنا عندنا سمك تي في الخرسانة العادية، لان ما عنديش حديد، لو عندي حديد يبقى في دي، الدي بناخدها في الخرسانة المسلحة. بعد كده بنجيب ابعاد الخرسانة المسلحة، طبعا انت عندك الرفرفة في القاعدة من جميع الجهات الا في حالة القاعدة الجار، قاعدة الجار هيبقى في جهة، في الجهة المقابلة للجار من ناحية واحدة اكس ومن ناحية التانية 2 اكس، انما احنا بنتكلم على ان لو عمود في منتصف المبنى هيبقى عندك الرفرفة من جهتين 2 اكس، ما تخصمها من طول الخرسانة العادية يديك طول الخرسانة المسلحة، وتخصمها من العرض بتاع الخرسانة العادية يديك عرض الخرسانة المسلحة. جبت عرض الخرسانة المسلحة بتجيب الـ FN اللي هو الاسترس ضغط كونتاكت بريشر، بنسميه أحيانا FM أو QC يو كونتاكت بريشر، بنقسم حمل العمود على الحمل الكلي للعمود على الاريا بتاعت الريفورسد كونكريت. ده شكل القاعدة المسلحة وشكل القاعدة العادية والرفرفة والحمل اللي جاي عليه العمود. ده كسيكشن بيديك الايزوليتد فوتنج، ادي حمل اللي بتاع العمود، ادي العمود، ادي القاعدة المسلحة، ادي القاعدة الخرسانة العادية. ده شكل السيكشن وبيوريك ادي الرفرفة بتاعت الخرسانة العادية وسمكها، وهنا امبلان بيوريك الدنيا الابعاد شكلها ايه، عشان هنا ضغط التلامس اللي هو ده هو بين الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة. طبعا احنا لما بنصمم الخرسانة المسلحة بناخد الكريتيكال سيكشن بتاع ديزاين عشان نجيب المومنت الفريكشن اللي بيسبب الانحناء للقاعدة او بيسبب العزم الانحناء، بنجيب المومنت عند السيكشن على وش العمود بالظبط، لان طبعا العمود بناخد على وشه ليه، لان العمود بالنسبة للقاعدة قوي جدا وجاسك جدا، القاعدة هي الضعيفة هي اللي هتكسر الأول، فبنعمل تشيك على الخرسانة في السكشن المومنت ديزاين. لما نيجي نحسب المومنت نجيب المومنت هنا، طبعا احنا عندنا كونتاكت بريشر اللي هو وزن الحمل، حمل العمود مقسوم على اريا بتاعة الخرسانة المسلحة، اداك الـ FN. بعد كده الـ X2 الرفرفة البعد ده هنبقى هنجيب المومنت عند سيكشن واحد واحد اهو اي اي ده او واحد واحد، هيديك بيساوي الاف ان كونتاكت بريشر ده هو في البعد ده اكس واحد او اكس اتنين تربيع على اتنين مضروبة في عرض القاعدة، لان الاريا دي هي اللي هتيجي تعمل المومنت هنا في الاتجاه ده. نجيب الدبس بالنسبة للوركينج ديزاين، بنجيب الدبس بيساوي كي واحد، وكي واحد جذر ام اللي احنا جبناها المومنت على عرض القاعدة، كي واحد دي وكي تو اللي في الاريا سيل اللي في المعادلة اللي بعديها دي، دول في جداول طبقا لجهد الخرسانة، بس احنا في الوركينج ستريس بنشغل الخرسانة من 50 ل 70 او ماكسيموم 80 90. بتخش الجدول تجيب كي واحد وكي اتنين،
لو احنا في الامتحان هقول لك صمم وركينج، هنديك الكي 1 وكي 2 عشان ما تتعبش دماغك، اهم حاجه تبقى انت فاهم بتحل ازاي. بعد كده بنعمل تشيك على الشير، الشير بناخده قال اقصى شير بيحصل، قالوا ان على بعد دي على 2، على بعد دي على 2 من وش العمود. الاول المومنت بناخده على وش العمود، الشير بناخده على بعد دي على 2 من وش العمود. الجزء اللي هيتاثر بالشير هو ده، نفس الكونتاكت بريشر اللي عندنا موجود احنا جبناه قبل كده اللي هو البي على الاريا كونكريت، بنعيدها لكم تاني. المسافه اكس 3 دي اللي هي لما نيجي نحسبها ناخد طول القاعده مخصوم منها عرض العمود مخصوم منها الدبس على 2 يديك البعد ده اللي هو اكس 3. جبنا اكس 3 بنعمل تشيك في شير، بنحسب كيو شير اللي هي كيو شير ده هي عباره عن الاريا دي في الاف ان مقسوم على البي ار سي على العرض مضروب في الدي، لان هو السكشن ده، السكشن ده هو اللي هو بيقطع بيتقص كده زي ما حاجه بتقص السكينه بتنزل تقص في اي سكينه تنزل في اي حاجه بتعمل لها شير، لو انت عندك ترطايه ولا حاجه فبتقص فيها بالسكينه، ده هو جزء، ده هو الشير بتعمل لها شير فبتفصلها جزئين عن بعض. الاريا اللي بتقاومك هي مساحه الطول في العمق بتاع الخرسانه اللي اللي بيقاوم معانا. بعد كده بنعمل تشيك على البانش، الشيك على البانش، البانش اللي هو هتلاقي العمود بالحمل بتاعه تقيل والقاعدة ضعيفة راح خرمها ونازل والقاعدة فضلت فوق. طب ايه اللي بيأثر وايه اللي بيقاوم؟ الجزء اللي احنا بنعمل تشيك على البانش عليه هي الاريا اللي بره دي اللي هي دي، الجزء اللي متلون بالاحمر هو العمود، دول هم اللي حتة هيبقوا كجزء واحد، هم اللي هينزلوا على بعد دي على 2، يبقى عندنا الشير على بعد دي على 2، البانشنج شير على بعد دي على 2 من حرف العمود في جميع الاتجاهات. طبعا طبعا الكونتاكت بريشر عندنا اهي الاف ان او بنسميها اف ان، البي على الاريا هي نفسها اللي جبناها قبل كده. البانشنج بيبقى بيحصل ازاي؟ بيحصل على المحيط بتاع الاريا بتاعت البانش دي اللي هي حوالين المحيط حوالين العمود، لان هو بيحصل هنا على اللاين ده وبيحصل لانه اختراق على اللاين ده وعلى اللاين ده وعلى اللاين ده، فلازم نحسبه على هذا الاساس. نجيب الكيو بانش عباره عن الكونتاكت بريشر ده اهو مضروب في بعد طول القاعده في عرض القاعده المسلحه مخصوم منه الاي زائد الدي اللي هي اي العمود عرض العمود طول العمود زائد دي اللي هي دي على 2 الناحيه دي ودي على 2 الناحيه دي اللي المسافه اللي فوق دي، وبعدين مضروبه في البي عرض العمود زائد دي على 2 زائد دي على 2 يبقى البي زائد دي. التشيك اوف بانش كيو بانش الكبيره جبناها حسبناها نقسمها على البي بانش المحيط بتاع البانش المحيط بي دي اللي هو طول البانش طول البانش اللي هو المحيط مضروب في الدبس لانه بيحصل على المحيط في العمق زي ما هناك كان الشير البعد العرض في العمق، هنا بنقسم على البي بانش اللي هو بي طول البانش مقسوم على الدي الكيو بانش مقسوم على المحيط المحيط مضروب في الدي، ده لازم يبقى اقل من او يساوي 8 كيلو جرام في الوركينج ديزاين، في الوركينج ديزاين يبقى سيف. في الالتيميت ليها ثلاث معادلات هناخدهم بعد شويه وهنشوفهم. هنا خلصنا تشيك بانش، بعد كده تشيك بوند في الوركينج ديزاين بناخد تشيك بوند اللي هو الربط بين الحديد وبين الخرسانه. كيو بوند عباره عن كيو بوند مقسوم على 87% في مضروبه في الدي في سيجما او، سيجما او اللي هو مجموع محيطات الاسياخ، يعني عندك 10 اسياخ او 7 اسياخ او 5 اسياخ في السيخ قطره محيطه مش قطره، قطره مثلا 12 مللي تحسب المحيط بتاعه اللي هو 2 باي في الدي هيديك المحيط بتاعه، مجموع تضربه في عدد الاسياخ يديك اللي هو الكيو بانش. كيو بانش بتساوي الكيو اللي بتاثر على البانش عباره عن ايه؟ عباره عن
الحديد اللي هنا في الاتجاه ده البوند بتاعه عشان تحسب الكيو بوند، كيو بوند مش كوبانش اسف، كيو بوند دي بي خفيفه، اللي هو هيبقى الاف ان بتاعتنا اللي احنا حسبناها في الاول خالص اللي هي الحمل على الاريا بتاعت الخرسانه المسلحه مضروب في المسافه ده اهي لحد وش العمود، مضروب في العرض ده كله اللي هو الحمل ده اللي هيبقى هيأثر على السياخ دي. تمام. كيو بانش كيو بوند لازم تبقى اقل من او تساوي 110 كيلو جرام فور بلين بارز، ديفورمد بارز اقل من او تساوي 25 فور 250 كيلو جرام على السنتي للخرسانه. هنا بيتوقف على برضو قوه الخرسانه مع نوع الحديد، هو بلين بارز ولا ديفورمد بارز. وبتزيد كل ما هنلاحظ ان كل ما يزيد جهد الخرسانه يزيد معاك الكيو بوند، لان برضو الخرسانه لما تبقى قويه بتبقى ماسكه الحديد اكتر. هناخد اكزامبل سريع. لو احنا عندنا عمود 150 طن كيو اللوبل بتاعتنا 1.5 كيلو جرام على السنتي اللي هي بتحولها ل 15 طن على المتر لانك هتجيب الاريا بالمتر، او لو شغال بالكيلو نيوتن هتساوي 150 كيلو نيوتن. هنا العمود ده عندنا 80 في 30، لو العمود عندنا 80 في 30 عايزين نجيب ديزاين ايزوليتد فوتنج بالوركينج ديزاين، نضرب ما قاليش هناك، خد بالك ما قاليش هناك ان حمل العمود، ما قالهوش قال لي كالوم لود، ما قاليش انه اد سيرفيس. فهنا هنيجي نضربه في 1.1 عشان وزن العمود ووزن القاعدة ووزن شوية التراب اللي فوق القاعدة. وعند نجيب الحمل عند منسوب التأسيس نضربه حمل العمود اللي هو 150 في 1.1 يديك الحمل بتاعه اللي هو 165. عشان نصمم خرسانة عادية هنقسم 165 على كيو الاوب اللي هي 15 طن على المتر يدينا 11 متر. نجيب الاريا بتاعته، تجيب الاريا زي قلنا زي ما جبنا شرحنا قبل كده، نجيب طول القاعدة العادية، جبنا الاريا بتاع الخرسانة العادية، نجيب جذرها نضيف عليها فرق بين عرض العمود وطوله مقسوم على 2 يدينا الطول، اما نجيب العرض بنفس الطريقة هيدينا 3.57. مفيش حاجة عندنا أرقام صغيرة لازم نكبرها، فقلنا نخليها 3.6 ودي طلعت 3.6 نخليها 3.1. هنفرض إن القاعدة العادية بتاعتنا سمكها التي بتاعتها سمكها 40 سنتي، يبقى هناخد الإكس 8 من 8 لواحد لواحد من اللي هو الرفرفة، هناخدها من 8 لواحد من التي بلينكو من سمك البلينكو كونكريت، فتقريبا ناخدها زيها بالظبط ونخلص، ناخدها 40 سنتي رينفورست. انت لو في الامتحان خدتها 8 او خدتها 1 مفيش مشكله، عاده في الامتحان خدها 1 انما بره في التصميم بعمل اللي انت عايزه عشان تريح دماغك. رينفورست كونكريت بتاعه الابعاد بتاعتها جبناها خصمنا طول القاعده العاديه، اخصم منها 2 الرفرفه يبقى 2 في 80، 2 في 40 هتبقى 80، هتخصمها من 3.6 هتبقى 2.80. نفس الكلام بالنسبه للعرض يبقى 2.30. هتجيب الاريا ار سي هتطلع 6.44. بعد كده هجيب، احنا قلنا هنجيب الاف ان اللي هو كونتاكت بريشر اللي هو حمل العمود مقسوم على القاعده المسلحه الاريا اللي جبناها قبل كده، هيديك الاف ان طلعت 25.62. بعد كده الكاليتيكال سيكشن وعند ال 1.1 اكس 1 هيساوي ال ار سي ناقص الايه مقسوم على الاثنين، طول البعد القاعده طول القاعده المسلحه مخصوم منه بعد العمود مقسوم على 2 عشان نجيب الرفرفه اللي هنحسب عليها المومنت، طلعت هنا بالصدفه معانا 1 متر، يبقى نجيب المومنت عند 1 واي اي اللي هو السكشن ده اهو، السكشن ده اهو اللي هو هنا اللي هو على وش العمود بالظبط، هيطلع عندك تضربه هو طلع 1 متر، هتضرب 25 في 1 متر المفروض 1 متر تربيع على 2 هيطلع مضروب في طول القاعده، واخد بال حضرتك، هيطلع عندك المومنت اللي طلع معانا 29.46. هتجيب الدي الجذر بتاعها كي 1 من الجدول جبناها طلعت 361 من 1000 بوينت 0.361 جذر اللي هو المومنت على العرض بتاع القاعده ال 230
يديك الدبس 40.858 متر. احنا طبعا هنضطر ناخده اكتر، هناخد الدبس مثلا هناخده عندنا 60 سنتي، يبقى القاعدة عندنا هناخده 60 سنتي، يبقى القاعدة عندنا هناخده 60 سنتي، يبقى القاعدة عندنا 60 الدبس بتاعها 55. الاريا ستيل هنجيبها الام 22 على كي 2 دي يدينا 35 اللي جبناها المومنت، اسال ضربناها في 10 اس 5 عشان اليونتس، تقسمها على كي 2 اللي هي 1273، تضربها في الدي تديك الاريا ستيل. الاريا ستيل اللي عندنا طلعت 9.16 على المتر. احنا هنا واخدين المومنت مش على المتر، واخدين المومنت على الاريا كلها، فالمفروض ال 9.16 دول في القعده. طبعا هو كده مش مسيف، لو رجعنا نشوف المومنت حسبناه على القعده كلها ولا على احنا حسبنا كريتيكال سيكشن فور مومنت سيكشن 22، لا مومنت 1.1 اللي جبنا عليه اللي هو 42. 42 ده ادانا اريا ستيل 21، 21 في ال 32 صح كده، يبقى 9.16 لاننا واخدين الفرق بين العمود الناحية يمين وشمال نفس الفرق، فهيطلع عندك التسليح متساوي في الاتجاهين لان الاستريس متساوي في الاتجاهين، والاكس بواحد بتساوي الواي واحد من وش العمود لطرطافة القاعدة للقاعدة المسلحة في العرض بيساوي من وش العمود للقاعدة المسلحة في العادية. كده يدانا تسليح القواعد بتاعتنا. بنرسم الرص الحديد بالشكل ده. عندنا بعد كده جبنا الحديد خلاص صلحنا القاعدة، ادي تفاصيل التسليح برجل واحدة، وبنعمل الرجل عشان برضو تدينا بعد كده عندنا هنصمم بالالتيميت كالكوليشن التيميت ديزاين، هنستخدم تصميم القواعد بالالتيميت ديزاين. الالتيميت ديزاين الفرق بينها وبين طبعا هنجيب نفس الخطوات اللي فاتت، هنجيب نفس الابعاد العاديه، نضرب 1.1 في الحمل العمود قبل ما نعمله التيميت عشان نجيب الخرسانه العاديه بحمل العمود الوركينج. انما لما نيجي نصمم القاعده المسلحه هنصممها على كونتاكت بريشر بين القاعده العاديه والقاعده المسلحه. طيب لو احنا بنصمم زي بعض دول الخليج او بعض الناس الدول التانية اللي بره بيصمموا على طول ما بيحطش خرسانة عادية زي عندنا، فبنصمم بنجيب الحمل الوركينج ونجيب على اساسه ابعاد القاعدة المسلحة اللي هتتحمل على التربة، يعني اي حاجة لمسة التربة عشان جهد التربة مش هيبقى التيميت، هيبقى جهد تشغيلي، جهد وركينج، جهد سيرفيس لود، شغال على سيرفيس لود او شغال على وركينج لود، الجهد الفعلي اللي هو شغال. فبنقسم بنجيب الخرسانه العاديه ابعادها حتى او الخرسانه المسلحه لو هنحطها على الارض مباشره، اي خرسانه هتتحط على الارض مباشره بناخد بعد بناخد الحمل اللي هو ويركينج، حمل العمود مضروب في 1.1 يدينا الابعاد بتاعه القاعده الملاصقه للتربه او قاعده مسلحه او قاعده عاديه. انما بعد شويه لما هنيجي نصمم القاعده المسلحه هنشوف ان احنا بنقلب على طول، لما نيجي نصمم القاعده المسلحه بنرجع للالتيميت عشان نشتغل الالتيميت. طبعا الكلام ده هنوضحه لما نيجي نصمم قاعده على الارض مباشره مسلحه، ولما بنصمم قاعده عاديه الاول على الوركينج وبعدين بنجيب ابعاد القاعده العاديه بنفس الطريقه اللي خدناها المره اللي فاتت في الطريقه الاولانيه الوركينج نفس الكلام. بعد كده بنجيب ابعاد القاعده المسلحه بنفس الطريقه، انما لما بنصمم القاعده المسلحه عشان نجيب المومنت ونجيب البانش ونجيب الشير ونعمل تشيك الحاجات دي كلها لازم نوصل نطلع بقى نصمم بالالتيميت ديزاين. الاولانيه بنصمم وركينج لان احنا كنا على الخرسانه، على الارض التربه ما بنشتغلش فيها وركينج، ما عندناش جهد تربه التيميت بنشتغل فيها وركينج، اسف
انما لما نيجي نصمم الخرسانه المسلحه يبقى صممنا العاديه، جبنا ابعاد العاديه على انها وركينج على الاحمال الوركينج، ولما نيجي نصمم الخرسانه المسلحه جبنا ابعاد الخرسانه المسلحه من ابعاد العاديه بخصم الرفرفه من الجهتين. بعد كده لما بنيجي نصمم القاعده المسلحه بنصمم القاعده المسلحه على الالتيميت لود، يبقى بنضرب الديد لود في 1.4 وبنضرب اللايف لود في 1.6. لو انت عندك ايرث كويك عندك ويند لود بتتبع القوانين زي ما في الكود، انما احنا هنا ما عندناش ويند لود ولا ايرث كويكس على القاعده الايزوليتد، فاحنا بنحسب بنجيب الحمل الكلي بالطريقه الاولانيه اللي هي 1.4 في الديد لود و1.4 في اللايف لود. او لو هو بيديك اللايف لود والديد لود مره واحده ممكن تضربهم في 1.5 لان ده المتوسط بين الاثنين، وبرضو احب بتبقى الى حد ما صحيحه، انما الاولانيه ادق. بعد كده بنقسم طبعا نفس الخطوات اللي فاتت، بدل ما كنا بنقسم الحمل بتاع العمود على الابعاد القاعده المسلحه هنجيب الاف ان، هنا هنجيب الاف يو التيميت ان، بدل اف ان تبقى اف التيميت ان، نفس البروسيدر، البي التيميت على الاريا كونكريت على الاريا بتاعه الريفورسد كونكريت هتدينا الاف ان. نفس الكلام نفس الكلام هتروح تجيب المومنت، طبعا احنا عرفنا ان الكريتيكال سيكشن هو عند اي اي، هنجيب المومنت على 1 متر. طبعا احنا واخدين الفرق بين القواعد بين الابعاد بتاع القاعده المسلحه والقاعده العاديه، هي الفرق بين طول القاعده المسلحه وطول القاعده العاديه وطول وبرضه وعرضها، طول القاعده العاديه وعرضها هو الفرق بين طول العمود وعرضه، عشان كده احنا بنجيب المومنت في اتجاه واحد عند اي اي مثلا وناخد الواحد متر، هنجيب المومنت هيطلع معانا طبعا عشان نحسب اكس واحد هي من حرف العمود زي ما حسبناها قبل كده، نجيب المومنت عباره عن الاف يوم ان الاف التيميت ان نت على مضروبه في الاكس واحد دي تربيع على 2. جبنا المومنت نروح على طول نجيب الدبس. ممكن هنا في طريقه ثانيه ممكن تشتغل بطريقتين، طريقه ان انت تجيب السي والجي من الجداول وتجيب الدبس وبعدين تخش تجيب الحديد. في طريقه ثانيه دي موجوده في وفي كيرفن موجود دلوقتي من كتاب الدكتور برضو غنيم، وكتب الخرسانه موجود فيها بعض الكتب موجود فيها الكيرف ده، بدل ما انت بتشتغل بتجيب السي والجي لا هو بيقول لك انت جبت الام التيميت حسبته خلاص متشكرين خدته بواحد متر، بتجيب الار حاجه اسمها ار عشان تخش على الكيرف اللي هنجيبه بعد السلايد الجاي هيبان لك، بتجيب الار، جبت الار عباره عن ايه؟ الام التيميت على الاف سي او على البي. هنا بقى انت بتفرض الدبس بتاع القاعده المسلحه. واحد يقول لي افرضه ازاي؟ اقول لك والله يا سيدي افرض لكل دور تقريبا لو انت عندك عماره 5 ادوار هتبقى القاعده المسلحه عندك افرض لكل دور 5 سم، 5 ادوار كلي بما فيها بدروم مثلا في بدروم يبقى جميع مجموع البلاطات 5، يبقى كل مثلا دور هتدي له 10 سم في دبس القاعده. بس ما واحد ما يجيش يقول لي انا بعمل دور اعمل قاعده 10 سم، اقول له لا اعمل قاعده مينيموم 30 سم ولا حاجه ولا 35 سم وصممها واعملها لي تشيك بانش وتشيك شيل تشيك كل حاجه. طبعا هنا هتجيب الكلام ده هتفرض الدي، طبعا احنا فرضنا الدي هتفرض الدي وهتجيب الار، من الار هتدخل على الكيرف هتجيب اوميجا حاجه اسمها اوميجا، اوميجا دي هتضربها في الاف سي يو ركز معايا على الاف واي لان العلاقه كده مضروبة في البي اس مضروبة في الدي تمام. هنا هتخش على الاريا ستيل مينيموم اللي هتجيلك 6 من 10 اللي المفروض ما تقلش عنها 6 من 10 على الاف ييلد في البي اس في الدي. هنا ادي الكيرف اهو بتاع الدبليو ار تشارت، هنا الاوميجا اهي اوميجا اسف اوميجا ار تشارت الاوميجا اهي وادي الار، هتجيب الار هنا هتخش بيها كده زي اللاين الاخضر ده ما هو باين، هتنزل على تجيب هنا الاوميجا، جبت الار حسبت الار دخلنا فيها بالتشارت ده كده في اي حته قبلت الكيرف ده تقوم تنزل تحت تقوم تقرا القرايه دي قيمه الاوميجا. تعالى ناخد نحسب المومنت، قلنا هنحسبه كريتيكال سيكشن في الاتجاه الثاني هيطلع نفس الكلام بس انت بتحسبه كتشكل نفسك بس
انما لو انت في الامتحان انت حسبت جبت المومنت في ناحيه وجبت التسليح في ناحيه، خلاص كفايه قوي، وروح اعمل التصميم بتاعك. التصميم بتاعك بعد كده هتصممت المومنت، هتشيك تشير برضو على دي، على دي نفس الطريقه اللي فاتت بالظبط، بس هنا الفرق، هناك كنت بتقول اقل من او تساوي 8، هنا بتقول لا، الكيو كيو شير اللي هو الالاوبل 16%، جذر الاف سي يو بتاعت الخرسانه على جاما سي، جاما سي مش جاما بتاعت كثافه، لا، جاما سي دي فاكتور اوف سيفتي في الخرسانه، بناخده في المعادله دي واخدينه 1.5، هيطلع لك الاف سي الاف شير. هنا بتعمل تشيك على البنش برضو بنفس الطريقه القديمه، نفس النظام ونفس السيستم، الفرق فيه حاجه واحده بس، ان انت هتحسب الكيو بانش، كيو بانش نفس الطريقه الاولانيه، هتقسم الكيو بانش على البي بانش اللي هو المحيط بتاع البانش مضروب في دي، نفس النظام اللي قبل كده، المفروض يبقى اقل من كيو سي يو بانش، كيو يو سي التيميت بانش، كيو سي التيميت بانش. فهنا اللي هو ايه بقى، اللي هو عندك حاجه من ثلاث معادلات اللي هم المينيموم بتاع واحده من الثلاثه دول، كيو سي التيميت بانش 316 جذر اف سي يو على جاما سي اقل من او تساوي 1.6، او كيو سي بانش 316 مضروب في نص زائد البي سي، البي سي اللي هي البعد بتاع العمود طوله على الاي سي، جذر اف سي يو على جاما سي، جاما سي قلنا بواحد ونص قبل كده، وقلنا برضو جاما سي دي بواحد ونص، و او 8/10 مضروب في 0.2 في الفا. الفا دي اللي هي بتعتمد على عدد الجهات اللي فيها بانش، يعني لو العمود ده فيه اربع جهات، ادي جهه 2 3 4، طب لو العمود جار من هنا هيبقى 1 2 3، طب لو عمود كورنر هنا مقفول وهنا مقفول وهنا اللي باين الجزء اللي مع الخرسانه، يعني هنا جار وهنا جار، يعني لو هنا مثلا ده العمود الجزء اللي بالورد ده العمود وده جار وجار، هيبقى احنا البانش الجزء اللي هيأثر البانش والجزء اللي هنا هنا 2، هيبقى 2، يبقى الفا دي عدد الجهات في العمود اللي يحصل عليها بانش. ناخد اكزامبل سريع جدا، عندك قال لك هنا عندنا حمل 122 طن ان فاكتورز 78 طن ديد و44 طن لايف لود، دول مجموعهم 122. ذا سويل الاوبل بيرنج كاباسيتي كيو الاوبل يساوي 1.25 كيلو جرام على السنتي، يعني 12.5 طن على المتر. عندك هنا او بيساوي 125 كيلو نيوتن زي ما هتشتغل. العمود عندنا 25 في 80، العمود عرضه 25 في 80. قال لك ديزاين يوزنج التيم ستريس، ديزاين يوزنج التيم ستريس، هو ممكن في الامتحان يطلب منك ديزاين وركينج ولا ديزاين التيم، سواء قلنا وركينج او التيم هنديك الفاكتورز كي 1 وكي 2 او الاوميجا هنديها لك، والار هنديها لك، مفيش مشكله عندنا في الحاجات دي، هنديك اوميجا وخلاص، يعني انت مش مسؤول بيك شرطات في الامتحان. هنرجع عندنا ايه المواصفات بتاعت الخرسانه يا سيدي، قال لك الخرسانه عندنا 300 كيلو للار سي، 200 كيلو للبلين كونكريت، الستيل بتاعنا 360 نيوتن على الملي المربع. تعال نحل الحل بتاعنا، عباره عن اول حاجه هنجيبها هنقول الحمل الوركينج بتاع العمود اللي هو 122 مضروب في 1.1 يديك 134، يبقى اذا الحمل عند على التربه اللي هو الوركينج، الحمل الوركينج هنقسم الحمل الوركينج على الكيو اللاوبل هيدينا
بعد ما ضربنا طبعا الحمل بتاع العمود في 1.1 زي ما قلنا وزن العمود وزن القاعده، هيدينا حمل الابعاد على الخرسانه العاديه. هنحسب الطول والعرض زي ما قلنا قبل كده، الاري جذر الاريا، طبعا احنا جبنا الاريا بتقسم البيلينج كاباسيتي على الكيو الاول، يديك الابعاد القاعده طلع برضو زي ما جبناها قبل كده 3.55 او 3 نفس اللي جبناه قبل كده. نيجي بعد كده هنجيب تخانه الخرسانه العاديه، هنفرضها هنا 35، تمشي 35 ده اكتر من 30 هتشتغل معاك. طبعا هنجيب الاكس هناخدها من 8 ل1، خدها 1 زي ما قلنا قبل كده. هنفترض ان الاكس بتساوي سمك الخرسانه العاديه، نخصم من البعد بتاع الخرسانه العاديه 2 اكس يديك ابعاد الخرسانه المسلحه، طلعت 2.85 × 32. نحسب الاريا بتاع الخرسانه المسلحه، خطوات بسيطه جدا بس انت تاخدها بالراحه كده، هتلاقيك انت بتحل كويس قوي وماشي كويس قوي. هنصمم القاعده المسلحه، نرجع بقى عشان نصمم القاعده المسلحه نشتغل ويرك التيميت ديزاين، 1.4 في البي ديد لود زائد 1.6 في البي لايف لود، او بتضرب الاثنين في 1.5 تجمعهم وتضربهم في 1.5 هتلاقي الفرق مش كبير. نشتغل احنا بال 1.4 1.6 مش فرق كتير معاك، وده الافضل لان ده الكوريكت. الثانيه تقريبيا بنقول ان هما الاثنين تقريبا افريج بتاعهم يعني. هنا طلع 179.6 طن، الاف يو ان اللي هو كونتاكت بريشر التيميت اللي هو بي التيميت بي كولوم التيميت على الاريا بتاعت الرينفورس الكونكريت هيديك 27.38 تقريبا، خدها 27.4. هنيجي نحسب حضرتك مطلوب مننا نحسب المومنت طبعا عند اول وش العمود، هتجيب قيمه اكس 1، قلنا ان اكس 1 هي بتساوي طول القاعده مخصوم منها طول العمود مقسوم على 2 هتديك اكس 1. بمنتهى البساطه جبت اكس 1 طلعت معاك كذا، تحسب المومنت ازاي؟ نضرب اكس 1 الاف يو ان اللي جبناها في كونتاكت التيميت كونتاكت بريشر مضروبه في الرفرفه في البعد ده اللي هو بتاع من القاعده لحد وش العمود مضروب في 1 متر تربيع 1 متر على 2، ده هيبقى البعد ده تربيع على 2. المومنت على المتر جت معانا حسبناها طلعت ب 14.53 من 100. بعد كده عندنا نحسب جبنا الار، هتحسب الار المومنت على البي اس على الدي. البي اس عندك العرض الشريحه انت عندك واخد 1 متر، الار 300 اللي هي اف سي يو بتاعت الخرسانه عشان كده مديها لك. هنا الدبس 60 احنا فرضينه، فرضنا ان الدبس 60 الدي 55 هيبقى 55 تربيع لان احنا قلنا ناخد الدي بتاعت الخرسانه المسلحه ب 60. فالمهم ادتك في الاخر دخلنا الشرط جبنا الاوميجا، اوميجا طلعت تقريبا ب 16 ب 2 من 100. الاوميجا هتضربها الاف سي يو على الاف واي على الفيلد بتاعت الحديد مضروبه في البي اس في الدي، الكلام ده هيبقى بالملي متر هيديك 917 ملي متر مربع. هتجيب الاي اس مينيموم المطلوبه بالمعادله دي هيديك 917 نفسها، يبقى احنا سيف. طبعا انت هتجيب الناحيه الثانيه برضو نفس النظريه نفس الطريقه. بعد كده نروح نعمل تشيك شير تشيك شير تشيك شير، قلنا الشير بيجي على بعد دي على 2 من العمود بنفس النظريه السابقه اللي هو تشيك شير. هتجيب المسافه اكس 2 دي هتخصم من طول القاعده طول العمود زائد مخصوم دي على 2 الناحيتين بقى دي ودي عشان هتقسم على 2 في الاخر هتديك دي، او تاخد من الرفرفه من وش العمود تخصم طول العمود الاول طول القاعده مخصوم منه طول العمود
مقسوم على 2 محسوم منه دي على 2 هتديك الاكس 2. المهم تجيب الاكس 2 دي باي طريقه انت تحب. وبعدين نجيب الكيو شير. الكيو شير بتساوي بعد القاعده المسلحه ده البي ار سي اللي هو عندنا كان هتجيبه واكس 2 طلعت معانا 75% مضروبه في الاف ان في ال 32 اللي هو عرض القاعده طلع معانا 32 والطول بتاعها كان 285 انا في السلايد اللي قبل كده. بعد كده جبنا الكيو شير نعمل تشيك شير كيو التيميت شير نقسم الكيو شير اللي جبناه على البي ار سي على عرض القاعده على دي لان ده القطاع اللي هيحصل فيه السكشن اللي هيحصل عليه الشير واللي هيقاوم الشير اللي هو طول القاعده في العمق تحت. بعد كده بتجيبي كيو شير طلعت 3.74%. طيب نروح نعمل تشيك شير يا عمي تعالى تشيك شير بيقول لي ايه؟ بيقول لي كيو كيو سي يو شير 0.16 0.16 جذر اف سي يو على جاما سي ب 1.5 اف سي يو ب 30 على 1.5 مضروبه في 16 هيديك 72% نيوتن اللي هي 7.2 كيلو جرام تقريبا اكبر الالاوبل اكبر من 3.74 مش تقريبا ده اكيد 3.74% اللي هو الوركينج الفعلي الاكزاكت شير سترينث 3.74 اقل من المسموح به المسموح به 7.2. جبنا الشير يبقى لازم نروح نعمل تشيك على البنش نفس النظريه اللي فاتت بتشيك على البنش دي على 2 دي على 2 بتجيب الاريا اللي بره اللي هي بتجيب الاريا الكليه مخصوم منها الاريا اللي جوه مضروبه في الكونتاكت بريشر هتديك الكيو بانش. جبت الكيو بانش اقسمها على المحيط المحيط بتاع البانش محيط البانش على مضروب فيه الدبس فهنا كيو بانش جبناها اللي هو الاف يو ان مضروبه في المساحه بتاع القاعده كلها مخصوم منها مساحه القاعده دي. طب نقسمها على عشان نجيب الكيو البانش المسموح بيها لازم تروح تجيب التشيك بانش. تشيك بانش عندنا ثلاث معادلات قلناهم قبل كده اللي هم نرجع لهم لو سمحت. هنا الكيو بانش المسموحة بيها 316 المينيموم من دول كلهم هتلاقي 255 115 141 يبقى المينيموم عندنا كام 115 نيوتن على الملي متر المربع. الكيو عندنا طلعت كيو بانش الفعلي التيميت بانش طلع 6.34 كيلو جرام على السنتيمتر المربع اللي هي الثانية طالعة 14.1 لأن هي طالعة 14% نيوتن على الملي يعني 14 كيلو 1.1. طبعا الفعلي الاكزاكت اللي حسبناه كيو الاكشوال كيو بانش التيميت بانش 6.34 أقل من يو المسموح بها الكيو سي يو بانش التيميت بانش اللي هي 14.1. فكده يبقى احنا سيف. بعد كده احنا ما فضلناش غير حاجه واحده بس انك انت تعمل تشيك على الديفلوبمنت لينس اللي هو بعد ال ال دي بتاعت اللي هو لو هاي جريد ستيل بيبقى 60 فاي 60 في 1 و6 96% الاكس 1 بتساوي الواي 1 بتساوي 103 سنتي اكبر من ال دي. اوكي كده يبقى انتهينا من تصميم القواعد المسلحه بالطريقتين طريقه الوركينج ديزاين وطريقه الالتيميت ديزاين. بعد كده هنخش على بعد كده فاضل لنا نخش على القواعد اللي فيها اكسنتريستي ناتج عن المومنت او ناتج الاكسنتريك لود اللي حمل نفسه العمود مش في نص القاعدة زي عمود الجار قاعدة الجار زي عمود انت الحمل جاي عليه في ستريسز على التربة في تنشن على السويل او في العمود معرض لمومنت او معرض لقوة افقية اثرت على ان يحصل ان الاستريسز على القاعدة ما يبقاش صح
هيبقى في اكسنتريستي في عندنا في الاستريس على القاعده، فيها الحمل المحصله بتاعت الاحمال خرجت من مساحه من الكور بتاع القاعده ال على 6. فكده هنصمم هنخش في ايه المحاضره اللي بعد دي. شكرا لكم واتمنى لكم التوفيق، ونلتقي في المحاضره الجايه ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم، ربنا يوفقكم.